اكيد طول ما انت دخلت عندي في الفيديو يبقى انت مستني الطريقه السحريه اللي هتوصلك لاكبر عدد من المشاهدين واكبر عدد من المشتركين. هعرفك طريقه سحريه بس بعد ما تسمع المثل الشهير اللي انا بقوله لكل واحد مبتدئ على القناه على اليوتيوب وما يجيلكش احباط في اسرع وقت. اتبع المثل الشهير اللي انا بقوله دايما: Don't care about what people say. Believe in yourself and go your own way. Respect yourself, respect myself, respect yourself. Be free. أشوفكم بعد الفاصل. عشان تكبر على قناتك على يوتيوب ده محتاج فترة طويلة، وما تفتكرش ان هي في يوم وليلة ان انت توصل، لا، انت ممكن توصل في شهرين، في ثلاثة، في اربعة، في ثمانية، في عشرة، في سنة، في سنتين، في اربع سنين، خمس سنين، على حسب انت وشطارتك والمحتوى بتاعك. دايما بنسمع الجملة الشهيرة اللي بتقول المحتوى هو الملك، يعني طول ما انت بتقدم محتوى مميز ومختلف وممتع وجميل على القناة اكيد هتوصل لملايين المشتركين. هنستعرض دلوقتي بعض القنوات من لا شيء، ما كانش موجود اصلا على الخريطه من سنه 2011 لغايه 2019، ونشوف وصلوا لكام عدد من المشتركين حول العالم. يلا بينا على جهاز الكمبيوتر ونشوف مع بعض وندردش مع بعض على ونعلق على هذه القنوات. اشوفكم على جهاز الكمبيوتر. يلا نبدا ان شاء الله. اول حاجه دلوقتي احنا في سنه 2011 في قناه اسمها نيجا هيجا مش عارف حاجه زي كده. في 2011 كانت عامله 3048 مشاهده. بعد كده في قناه اسمها راي ويليام جوسون، تقريبا هو ده اللي ظهر على الشاشه. بتبتدي تتحرك. انا عايزكم بس نقف هنا ثانيه، خليكم متابعين كده في تحت هنا في رقم 10، وخليكم يعني واحنا بنتكلم كده خليكم باصين على اللي تحت اللي هو من لا شيء. بص، ظهر وبقى عنده ملايين المشتركين، عشان بس ما يجيلكش احباط وانت بتبتدي قناه جديده على اليوتيوب وتقول انا ممكن بقالي شهرين، ثلاث شهور، بقالي سنه شغال ومفيش حد بيتفرج عليا. ما هو في مشكله عندك انت، المحتوى بتاعك فيه مشكله، واخد بالك انت؟ يلا بينا. المهم هنا في واحد تحت اهو بيبتدي يطلع اللي اسمه سماش، وهيطلع دلوقتي فوق خالص. ادي نعمل هنا الصوب، ادي راي ويليام. سوري، يبقى ايه، نرجع خطوه كده لورا شويه. يبقى هنا اهو ده، لكن اسمه نيجا هيجا ده. المهم لما جه مين بقى؟ راي ويليام جوسون راح طلع سنة 2011 في جولي، شهر يوليو 2011، بقى عنده 4220 مشترك. تمام. المهم في واحد هنا راح ظهر معانا، هنا اسمه سموش. معلش الانجليزي بتاعه عامل زي الهندي، انا بحب اتكلم انجليزي بس يعني هو شبه الهندي شويه. نعمل ستوب. فريديو كان تحت، وراح فجاه راح نط بقى عنده 2390. المهم نكمل معانا الفيديو. ادي اهو في واحد بيبتدي يظهر، ادي سموش بيعدي 4296. في ناس بتظهر من تحت، خلي بالكم، سيبنا بس من اللي تحت. بصوا هنا بصوا، ها نيجا هيجا او بيبتدي يرجع. طبعا راي ويليام جوسون ده محتل الموضوع. تمام. بعدين نعمل ستوب. اصلا طب احنا بنتكلم كل ده ليه؟ بصوا كده، انا مش بتكلم على اول واحد، انا برضو كل ده عايز اوصل معاكم للناس اللي بيجي لها احباط من على اليوتيوب وهو بيقول انا مش عارف اوصل. وبقول لك ان العيب فيك انت، لازم تغير من المحتوى بتاعك ومن اسلوبك في المونتاج، ولازم كل يوم تتعلم كيف يعني اتخطى المشاهدين. اللي انا بعمله ده كله، بص تحت كده في ناس اصلا مش موجوده. انا هو ده التركيز بتاع الفيديو، عايزكم تستنوا معايا لاخر الفيديو عشان تشوف الناس اللي ما كانتش موجوده اصلا وصلت لغايه فين، بقى عندها طموح. مش هحرق طبعا يعني المفاجاه بتاع، يعني مش عايز اقول عشان خلاص الفيديو ما يبص، لا خلينا بس نكمل لغايه اخر الفيديو عشان نشوف مين الشخص ده. ادي هوب، ادي سموش، دول اتنين هم ولدين، بس مش عارف بصراحه، انا ما اعرفش الناس دي محتواها ايه، يعني انا ما اتفرجتش على كل القنوات دي، بس دي القنوات اللي هي كانت في المرتبه الاولى في سنه 2012. طيب تمام كده، تمام. بص لا نرجع تاني، في حاجه انا هو ده اللي انا نسيت. بص خليكم معايا هنا اهو. تمام. فجاه ستوب، نرجع بقى عشان هو ده اللي ايه، نرجع تاني. بص هنا فجاه هنا اهو هنعمل ستوب. ايوه بس ديسمبر 2012، ركز معايا، ديسمبر 2012. تمام، ركزوا معايا مين ظهر تحت. باو داي بي، اكيد في ناس كتير عارفينه. انتوا عارفين مين باو داي بي؟ عارفينه مين؟
ده عنده مش هحرق برضه، عنده ملايين المشتري. المهم احنا هنشوف مع بعض دلوقتي هيوصل لغايه فين. من لا شيء، من 3270. كل الناس اللي بيجي لها احباط من على اليوتيوب، بص ركز معايا، الشخص ده من اعلى القنوات على اليوتيوب لغايه النهارده 2021. بص في 2012 عنده 3270 بس مشترك. عشان كده بقول لكم المحتوى هو كل الناس بتقول كده، المحتوى هو الملك. الناس اللي اقدم مني قالوا كده، المحتوى هو الملك. الناس اللي بتعمل تبادل اشتراكات واقسم بالله العلي العظيم اشترك عندي وانا اشترك عندك، الموضوع ده فاشل. حتى لو انت اشتركت عنده، تخيل كده معايا، انت اشتركت عنده وهو اشترك عندك، وانت اشتركت عند ده وهي اشتركت عندك، وانت يعني انت اشتركته عند قنوات انتوا ما بتحبوش تتفرجوا عليها ولا هم بيتحبوا يتفرجوا عليك، فبالتالي النتيجه صفر. محدش هيتابعك، محدش هيتفرج عليك، محدش هيعلق، محدش هيدوس كومنت، محدش هيدوس لايك، لانه اساسا هو داخل يشترك عشان انت تشترك عنده بس. دي نقطة. النقطة التانية دي أصلا من سلبيات الربح، من يعني من القوانين الخطأ في اليوتيوب. إيه ده؟ مش عارف أقول ولا إيه؟ دي من الأخطاء اللي الناس بترتكبها، القوانين اللي هم حاطينها في اليوتيوب. أنتوا بتعملوا كده عكس اللي هم بيقولوه، تمام كده؟ يعني اليوتيوب نفسه بيقول لك ما تعملش الحركة دي، ورغم كده برضو في شباب مستمرين في الحركة دي. أو بصوا كده فجأة شوفوا حصل إيه؟ أخدت بالكم؟ بصوا شايفين باو داي بي بيحصل إيه؟ بصوا بيطلع فوق، شايفين طبعا اللي فوق دول قاعدين زي ما هم، تمام. اخدتوا بالكم من النقله من 2012 ل 2013؟ احنا لسه ما خلصناش، يعني في سنه، في سنه واحده شفتوا النقلات عملت ازاي. عشان عنده اسلوب وعنده طموح، لازم يكون عندك طموح. خلص الموضوع في خلال سنه واحده، في خلال سنه واحده من 3000 مشترك ل 12000 مشترك. انتوا مركزين معايا عايز اوصل لكم ليه؟ خلي بالكم في حد تاني هيتحداه، يعني في حد تاني اصلا هينافس القناه دي وبرضه هيحتل هما الاثنين دلوقتي هما اعلى قناتين في اليوتيوب. بص كده، بص كده، في حد هيظهر هنا اهو، تمام. بسبب انا، بسبب القناتين دول يعني عملت الفيديو ده للناس اللي بيجي لها احباط على اليوتيوب بيقولوا احنا مش عارفين نوصل. لا، هيجي لك يوم وتوصل، بس خلي عندك طموح. في قنوات عربيه كتير طبعا من لا شيء برضه ظهروا ووصلوا، يعني مش شرط ان انت تكون اجنبي عشان توصل. لا، انت ممكن تكون عربي بتقدم شيء كويس، هتلاقي في ناس كتير بتتفرج عليك. في ملايين الافكار الجديده اللي ما اتعملتش لغايه النهارده، وممكن تكون اتعملت ما اتعملتش، او يعني اتعملت بس مش باسلوب كويس، وبرضه ما وصلتش للعالميه زي ما بيقولوا. واخدين بالكم؟ بص الفرق هنا، كل الناس هنا في يعني عشرات وحداشرات وكلام زي كده. شوف هو كام، 36000 مشترك 2015. ركزوا معايا، في قناه هنا برضو طلعت، هوليس مش عارف ايه جيرمان حاجه زي كده برضو طلعت. ها شوفوا ستوب، شايف فاكرين ده اللي كان في الاول نيجا هيجا؟ فاكرين اللي كان في الاول؟ بص راح فين، ده اللي انا بقول لكم عليه. بص بقى، بص بقى، بص هيحصل ايه دلوقتي. تمام. من ضمن الاخطاء اللي الناس بترتكبها طبعا على اليوتيوب اللي هو موضوع الاشتراكات زي ما قلنا. الحاجه الثانيه عدم الاستمراريه في التحميل. يعني انت دلوقتي بدات بزنس يوتيوب وعايز تبقى مش مشهور وبس، عايز يكون ليك براند شخصي ليك، وشركات كتير بتعمل عندك اعلانات بفلوس طبعا، او انت عايز تقدم فكره يعني بصرف النظر انت بتعمل مشاهدات وخلاص. اهم حاجه لما نقدم مشاهدات، خلي بالك انت هيجي في يوم من الايام وهتموت، فالحاجات اللي الناس بتتفرج عليها لو هي سلبيه هتتكتب سيئات عندك، لو هي كويسه هتتكتب حسنات عندك. ان شاء الله ربنا يعني يقبض ارواحنا واحنا بننشر حاجات ايه كويسه يعني. المهم، فانت مش قصه مشاهدات وخلاص، لا، قصه ان خلي طبعا الفيديو شغال عشان ما نطولش عليكم. يونيو، شهر يونيو 2017، في قناه تحت اسمها تي سيريس. بصوا بقى توصل لفين وهتنافس مين. اتفرجوا معايا لغايه اخر الفيديو، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وكومنت جميل على الفيديوهات اللي احنا بنقدمها، وليه لا، ممكن نوصل ل 100 مليون مشترك، هنتحدى باو داي بي. المهم، بصوا كده، انتوا خدتوا بالكم من النقله في لحظه، في ثواني، في ثواني. ما احنا في نفس احنا في يعني في ايه ده؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ مفيش شهرين ثلاثه خدتوا بالكم؟ بصوا كده، خدتوا بالكم تي سيريس راحت فين؟ هتعدي جاستن بيبر. جاستن بيبر طلع بينافس باور دي، ادي تي سيريس. ستوب، تي سيريس عدتهم كلهم في نفس لا في خلال سنه، نفس الكلام، في خلال سنه استمروا في تحميل الفيديوهات، بقى عندهم برنامج
عندهم مشروع جد، هم يعني بيشتغلوا فيه، مش مجرد بس فيديوهات بتنزل وخلاص، لا ده بيزنس. تمام. بص بقى، بص هيحصل ايه في اي مجال، مش في اليوتيوب. طول ما انت شخص ناجح هتلاقي اكبر عدد من الحاقدين ممكن يكونوا اقرب الناس ليك، صدقني. زي ما بيقولوا كده في المثل عندنا في مصر، النخلة ايه ده، النخلة اللي بتطرح بيحدفوها بالطوب او حاجة زي كده، او اتبع المثل الشهير اللي انا قلت لكم في اول فيديو: don't care about what people say, believe in yourself and go your own way, respect yourself. ادي تي سيريس، بصوا كده، خدتوا بالكم؟ تي سيريس اهي، ستوب. ادي تي سيريس، هتنافس باو داي بي، هل هتعديه ولا مش هتعديه؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي في 5 مينت كرافت، ظهرت من القنوات الناجحه يعني، لو كنت تتفرجوا عليها هتفكم كتير. ادي تي سيريس، تي سيريس، بصوا خدتوا بالكم فوق بيحصل ايه؟ فوق بيحصل ايه؟ شايفين في منافسه قويه ما بين القناتين. ها ها، بيحاول بيحاول، ها ها، هنشوف. تي سيريس، تي سيريس من قناة هندية، بتقدم يعني اسكتشات، مسلسلات، أغاني، أغلب فيديوهاتها في الهند، أو هي قناة هندية تقريبا. واستطاعت من لا شيء، خدتوا بالكم، في سنة من يعني من 2015 تقريبا. بص، في 2017 بدأت تنافس باو داي بي، ادي نفس باو داي بي من لا شيء، وصلت وعدت ال 98,000، خدت بالكم؟ وعدتهم وراح، ادي ال 100 اهي، وصلت ال 100. خلي بالكم ده الرقم ده بالمليون، لان انا هاكد لكم الارقام دي بالمليون، يعني ده هنا 51 مليون، لما قلنا جاستن بيبر 45 مليون، باو داي بي 97 مليون، وفعلا فعلا بالمليون، مش بالالافات. بصوا كده اهو، بصوا كده، ادي قناه باو داي بي 109 مليون مشترك، 109 مليون مشترك. الغريب في باو داي بي ان هو حاسس ان هو واخد الامور ببساطه، يعني مش زي اللي عندنا مثلا، لا الواحد اول ما بيوصل 100,000 200,000 ده بيعمل مهرجان بقى، وبتخلي يعني الخلفيه بتاعته بيبقى بيملاها بقى موقع الكتروني ورقم مش عارف ايه وبتاع. لا، هنا الدنيا زحمه، الوان بقى، وحتى اللوجو نفسه اللي هو مختاره لوجو، يعني انا مش شايف ان هو لوجو لوجو بقى، فاهمين كده؟ لكن واخد امور ببساطه، حاطط لوجو عادي، الشعار بتاع القناه، والخلفيه هنا عنده عاديه جدا، اكيد في سبب. الميرش باي امازون بتاعه، الانستجرام بتاعه، بس ما عندوش موقع الكتروني، ما عندوش، مش حاطط الباي باب بتاعه، مش يعني شخص عادي. نشوف بقى التي سيريس، شوف التي سيريس، تي اهي التي سيريس، بص التي سيريس 170 مليون، هناك 109 مليون، عدته. تي سيريس عدت باو داي بي بمراحل، وتفوقت عليه من لا شيء. الناس اللي بيجي لها احباط، مش عايز يجي لك احباط، اكيد اكتشف المارد اللي جواك، اشرب سفنة. وان شاء الله مش هطول عليكم، وطول، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وكومنت، ويا ريت كومنتات عشان انا عايز اعرف انتوا بتفكروا في ايه. هل نقدم فيديوهات من انهي نوع؟ واشوفكم الحلقه الجايه بالنوبي النفيادر بالعربي، مع السلامه، بالبلغاري ديفيج دانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.